حبايبي على يوتيوب عم بتابعوني هون على قناتي عزة زعرور. بدي أطلب منكم إذا مش مشتركين في القناة ياريت تضغطوا على زر الاشتراك وتشغلوا النوتيفيكيشنز ليوصلكم كل جديد لإلي، وأكيد طبعاً اللايكات والكومنت بتخليني أتشجع وأتحمس إني على طول أنزل لكم. مثل ما شفتوا عنوان الفيديو كان مخصص للشباب. ليش اخترت هذا الشيء؟ لانه بصراحه بحس بشهر رمضان الضغط كله بيكون موجه على البنات والستات. اجلي اطبخي وصفات لك سيدتي ابصر شو، كل هاي الاشياء بتشكل ضغط على البنات، وكمان بتحسس الشباب اللي هم مهتمين يعملوا هاي الاشياء انه لا هاي اشياء بس الصبايا لازم يعملوها. فمثلا اكيد في كتير شباب بحبوا يطبخوا، واكيد في شباب بيهتموا في المطبخ، بس كل الوصفات موجهه للبنات. فعشان هيك اليوم قررت انزل وصفه على قناتي للشباب، بس هذا الشيء لا يمنع انه اكيد الصبايا كلياتهم يجوا لعندي ويشاركوني كمان في هاي الوصفه. هالوصفه هاي هي عباره عن حلو فلسطيني ستي كانت تعمل لنا اياه من ايام زمان، وامي عملت لنا اياه وانا تعلمت الوصفه. الوصفه سهله كثير، مقاديرها قليله وما بتاخذ وقت. احنا بنسميها صينيه حليب، صينيه حليب مشويه. بصراحه ما لها اسم حقيقي، الاسم تبعها هو الوصف. خليني افرجيكم ايش هي المقادير. اهلا بكل الشباب والصبايا، خلونا نبلش وصفه اليوم. طيب مثل ما شايفين عندي على الطاوله الموضوع كله بده 4 محتويات، هاي هي المقادير رح احكي لكم اياها. لتر حليب، 3/4 كاسة سميد، معلقتين كبار سكر، وشوية مستكة مطحون، وبنبلش. طريقة الشغل ولا أسهل، حطوا كل شي فوق بعض. وهلأ على النار بتحركوه لحد ما يغلى، ما توقفوا أبداً أبداً أحسن ما يتكتل. طيب حطيت الطنجرة على النار وعم بحرك فيها، والحركة لازم تضلها مستمرة. حركوا 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 أحسن ما يصير في هيك، إحنا بنقولهم كباتيل، أحسن ما يتكتلوا على بعض. إذا أنتم من الناس اللي بتحبوها حلوة يعني هي بنحط لها قطر. القطر عبارة عن سكر بنحط له مي وبينغلى مع بعض. هلا رح أحضره على جنب. حابة أحكي لكم معلومة حلوة. سألت صاحبتي أخصائية التغذية تينا اللي صورت أنا وياها فيديو قبل فترة قصيرة، اللي ما شاف الفيديو شوفوه لأنه عن جد فيه معلومات كتير حلوة. كم كالوري في قطعة الحلو هاي؟ فقالت لي بالقطعة الواحدة تقريبا ما بين 150 ل180، فتعتبر يعني من الحلويات الصحية نسبيا مقارنة بالأشياء المقلية اللي ممكن ناكلها في رمضان، فهاي معلومة زيادة حلوة. هاي بلشت تتماسك وجمدت شوي، فرح أخليها تغلي بس شوي صغيرة عشان أحطها بالصينية، وبقولكم بعدين شو الخطوة الجاي. هاي عم تغلى، اتركوها بس شوي صغيرة. وهلا بنفردها هيك بالصينية، بنوزعها بشكل يعني قد ما نقدر يكون متساوي، وبنخليها لا تبرد. فإذا تركت المقادير بعد ما غليوا بالصينية رح أتركهم هيك كم من ساعة لحد ما يبردوا، وبعديها الخطوة اللي بعدها أدخلهم على الفرن وأشويهم. وبهذا الوقت رح أعمل القطر كمان. القطر بده 2 أو 1.5 كاسة سكر، يعني أكثر من 1.5 كاسة وشوي، بدهم 1 كاسة مي. نحطهم على النار ونضل نحرك فيهم. هاي هلا رجعت لها بعد ما تركتها تتماسك وتبرد، وهلا رح ادخلها على الفرن لتنشوي. رح اخليها لتستوي شوي من تحت وبعدين بنقلها لفوق حتى تتأمر وتاخذ اللون الحلو. رح اطلع اشوف كيف صار وضعها. شوفوا بلشت تاخذ لون، انا بحبها كلها تكون زي هيك وشوي اكثر يعني. خليها كمان شوي. ياي شوفوا كيف بطلع منظرها. رح احط عليها لوز، وعملت القطر ورح ادير شوي صغيرة، وهيك بقدر احكي لكم صحة وهنا. مثل ما شفتوا الوصفة سهلة وبسيطة وبتنعمل بسرعة واي حدا ممكن يعملها. ان شاء الله تكونوا حبيتوها لليوم، وهي بصراحة من وصفات اللي عن جد مفضلة للحلو، وهيك بتحسسني بالطعم القديم القديم. اذا حبيتوا الفيديو لهذا اليوم ما تنسوني من اللايك شير سبسكرايب، فعلوا نوتيفيكيشنز ليوصلكم كل جديد لإلي. انا عزة زعرور بحبكم كتير كتير، بشوفكم في فيديو جديد. باي باي. ما تنسوا تشتركوا في بقية حساباتي على انستغرام فيسبوك وتويتر.